هو في بداياته، وأجمل البدايات هي التي تأتي على درب الأصالة والدين. البداية تاعي كانت في مسجد اللي تربيت فيه، مسجد جود الكمال. تما كنت على الإنشاد، كنت نسمع المنشدين الكبار وكذا. علاش خيرت الإنشاد؟ باسكو أول شيء يعني رزقني الله عز وجل موهبة لازم نستعملها في حاجة تفيد المجتمع ديالي، تفيد المحيط ديالي، تفيد حبابي، تفيد يعني كل ما يجاوروني. علاش ما نفيدش بالصوت ديالي؟ نفيد بحاجة مليحة. ولقيت باللي الفن اللي من خلاله يعني نقدم رسائل هو تقدر تسميه إنشاد، تقدر تسميه فن هادف. يعني أنا لست مرتبط يعني بكلمة معينة، صحيح منشد، ولكن لك الحق أن تسميني كما شئت. المهم يعني الحاجة اللي لازم تكون أنه كلمة تاعي طيبة، يعني فن راقي ورسالة يعني لكل أطياف المجتمع. امتزجت عنده الموهبة الربانية بالدراسة المعمقة والشغف بالإنشاد، هذا الفن الملتزم والهادف، فكانت الثمرة ألبوم ديني بعنوان يا سجان دمعتي. يا سجان دمعتي هو عنوان ألبوم تحكي فيه على مدمن مخدرات، يعني ورجع بعد ما كان يعني تايه في طريق مظلم تاع مخدرات و يعني وما شابه. الألبوم يحتوي على 8 عناوين. الغزل الجميل، الوطنية والتربية هي من المواضيع التي شكلت جماليات كل أنشودة من ألبوم يا سجان دمعتي. تغنين على جمال المرأة، كيف يكون جمال المرأة، كذلك على دار النسيان وهي دار العجزة، يعني تحكي تروي قصة أب يعني زج به أولاده إلى دار العجزة. كذلك تناولنا في الألبوم يعني قضية إنسانية عالمية، ألا وهي أطفال غزة. كلنا نعلم يعني المعاناة التي عانى منها أطفال غزة وأهل غزة. عادل حاند صور أنشودة يا سجان دمعتي على طريقة الفيديو كليب، إيمانا منه على أهمية الصورة في عصرنا هذا واللمسة التي تضفيها للعمل ليساهم في انتشاره أكثر. احنا رانا في عصر الصورة المتحركة الآن. الفيديو كليب هو يعني من أنجع الوسائل لإيصال الرسالة، سواء في الميدان يعني في الإنشادي أو الاجتماعي أو حتى الاقتصادي الثقافي. هو الصوت والصورة هو الشيء اللي الفعال لنشر شيء ما في المجتمع. فبالفيديو كليب نوصل رسالتنا أو رسالتنا التي نريد يعني تبليغها للفئة التي نستهدفها. الإنشاد عنده ليس مجرد موهبة، إنها رسالة وطريقة جميلة لغرس القيم النبيلة والأخلاق السامية. للأسف الشديد يعني طغت الرداءة، وإحنا يعني لا نكون من هؤلاء الذين يسبون الظلام، ولكن نساهم في إيقاد شموع إن شاء الله حتى تنضوي يعني الكلمة الطيبة في الجزائر إن شاء الله. هدفه اليوم هو الارتقاء بالأنشودة في الجزائر إلى مراتب عالية لتكون في المكانة التي تحتلها في كل البلدان العربية. في المشرق تقدر تقول لي صحيح إنشاد مدعم، وتلقى يعني غالبية أطياف المجتمع تلقاهم يستمعوا الأناشيد وكذا، لأنهم من بكري عندهم هذا الفن شهرين يعني عاملين له إشهار وعاملين له دعم وعاملين له يعني وسائل مختلفة ليكون باش يكون يعني الفن الذي يستمع إليه من كل أطياف المجتمع. الإتقان والتفاني والحب الذي يشع من أعمال عادل ليس وليد صدفة، فشاب يقتدي بمحمود الترمذي لا يمكنه إلا أن يكون بدوره قدوة في يوم ما. بين يعني الشخصيات الإنشادية والفنية كان شاعر أردني، شاعر وفنان ومنشد وملحن وشيخ المنشدين أبو محمود الترمذي، لنحييه من هذا المنبر. كذا كان بزاف منشدين يعني جزائريين ومشارقة ومغاربة، يعني نحتكوا معهم باش إن شاء الله
نساهموا كلنا في هدف واحد اللي هو إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، إعلاء الكلمة الطيبة، نشر الفن الهادف. يسجان دمعتي ما هو إلا انطلاقة لمسيرة سيكون عنوانها التحدي والإصرار والمثابرة. حاب نوصل لعدد كبير من العائلة الجزائرية، حاب نوصل لعدد كبير من يعني الأفراد اللي استهدفتهم خلال الألبوم. كما قلت لك فيه مواضيع بزاف، يعني كاين المواضيع يعني بتنوع المواضيع تنوع الفئات التي استهدفتها. أناشيد متفجرة بالبوح بلغة راقية تشع بكل ألوان الإيمان. بعد فيديو كليب تاع سجان دمعتي عندي كذلك مشروع إنتاج فيديو كليب على أطفال غزة، أطفال أوكي غزة. وبعدها إن شاء الله عندنا هدف آخر أنه ننتجو فيديو كليب آخر سواء على دار العجزة سواء على الجزائر. بريق يملأ عيون عادل حاند وهو يتحدث عن كل حرف، عن كل نوتة من ألبومه الذي يحلم أن يدخل به كل بيت جزائري وعربي. طموح عادل حاند، يعني طموح أي فنان، طموح أي مبدع في هذا العالم، أنه رسالته تصل للعدد أكبر في العالمين العربي وحتى حتى حتى في العالم الغربي وكل عالم إن شاء الله. إن شاء الله تكون يعني نروق ل يعني لأذانكم، إن شاء الله تدعونا معكم ونتمنى يعجبكم الألبوم، وانتظروا عادل حاند إن شاء الله في مشاريع أخرى، في فيديو كليبات أخرى. هكذا هو عادل يصر على الحرص على الارتقاء بفنه إلى درجة الالتزام وتقديم فن هادف وأصيل. صبرت قلبي عنكم فجابني لا صبر لي لا أصبر حتى يراكم ناظري وعلى محبتكم أموت وأحشرهم.